الجديدة المسرح السينما إن شاء الله الفيلم ديالها الجديد إن شاء الله، وفرحانة بفوز المنتخب المغربي. فنانة كريمة وسط، شنو ظهر لك الأداء ديال المنتخب الوطني اليوم؟ أولا السلام عليكم، تحية الجمهوري داخل أرض وطن وخارج أرض وطن، اللي كنبغي نقول مرة أخرى هنيئا للمنتخب الوطني المغربي اللي فرحنا اليوم مع ضد المنتخب الملاوي، اللي كنقول هنيئا لهم تاهما اللي داروا واحد المجهود. اللي كنبغي نقول مرة أخرى تحية كبيرة كبيرة للمتتبعين كريم وسط اللي كيشجعوني دائما، وهذه صدفة تلاقيت معكم فاجأتوني. نعم أنا فرحانة بعدا، فرحت لأن كنت كنراجع السيناريو يعني الجديد إن شاء الله اللي غادي يشوفوا الجمهور المغربي اللي افتقدني شحال هذه ما شافنيش، ولكن ماشي في التلفازة، غادي يشوفني على السينما الجديد إن شاء الله اللي غادي يشوفوه قريبا إن شاء الله، مفاجأة الجمهوري كنتمنى نكون في المستوى. اش بالك في الأداء ديال اللاعب أشرف حكيمي واللاعب بوفال؟ ما شاء الله، أنا بعد ذاك صاروخ صاروخ الله عليه، وماشي جات اختارته باريس سان جيرمان، وكنقول ليه برافو ليك أشرف حكيمي، برافو لبوفال، برافو لكاع اللعابة كاملين، برافو الوحيد المدرب ديال المنتخب الوطني. شنا أن رئيس الدولة الجارة أنه يقصف بنوع ما المنتخب الوطني، شنو ردة الفعل ديالك كفنانة في هذه القضية؟ واش غنقول لك، وراه لا بد كتكون واحد شوية ديال محاكاة مع جارة السوء كما نقول طبيعة الحال. وحنا الحمد لله مغاربة دائما كنفرضوا كندير واحد المجهود، برافو برافو ليهم برافو ليهم. اسمحوا لي انني اولا حفاظا على السلامه نعم. اللي كنتمنى كل المغاربه التدابير الاحتياطيه المعمول بها وطنيا، انا راه دايره الاحتياطات. نعم المهم كنتمنى ان شاء الله نكونوا في حسن الظن المتتبعين كاملين، كنحييهم. استاذه كريمه، بعد مبروك الهوليوود سمايل، بغيناك تكلمي لنا هذيك الرحله بشكل مختصر، الرحله اللي مشيتيهم بشكل مختصر. الرحلة اللي مشيت لها مفاجئة، لأن أولا الرحلة كانت جاتني مفاجأة من أخت صوفيا اللي كنشكرها بزاف، يعني كانت سبب باش درت هاد العملية، وهي والطاقم الطبي ديالها اللي كنتمنى إن شاء الله يا ربي تيسر الأمور للجميع إن شاء الله، وحنا كنتمناو السلامة للجميع. السلام للجميع هي كل شيء. شنو الرسالة ديالك المشاهدين وكذلك المنتخب الوطني؟ اللي كنقول ليه إن شاء الله تأهلتوا للربع، يعني إن شاء الله النصف والثمن والفينال والنهاية، لا إن شاء الله مغربية إن شاء الله، وأنا أفتخر كريم إن شاء الله. سؤال حير رجل المغاربة واللي كطرحوه في المواقع التواصل الاجتماعي، واش قال لك واش درتي الهوليود سمايل فابور ولا بفلوس؟ لا كل شيء، العملية كلها الدارت كاملة هي لا الهول سمايل لا الدراع ديالي لا البطن، الحمد لله كل شيء من عند اختي صوفيا، شكر لها والطاقم الطبي ديالها. يعني صوفيا استيتيك دارت واحد المجهود، يعني هي ماشي مع كريم وصاح كفنانة كإنسانة، واللي كنتمنى هذه فرحة للشعب المغربي ومنتخب الوطني المغربي، لأننا كاين في الشارع سي نورمال غادي نسمعوا الهتافات، يعني مغاربة فرحانين. وأنا ما قدتني فرحة بالمنتخب الوطني المغربي اللي كنتمنى يعني يفرحنا، ما بغيناش يعني من 76 ما ان شاء الله غنشوفوا الفيلم ديالك عبر السينما ان شاء الله. ان شاء الله يلا غادي نبدا ان شاء الله في هذا الشهر ان شاء الله لغايه النهايه ديالو، ونتمنى يدوز بسلام، غيكون في مراكش ان شاء الله. كريمه، كيف ما دابش المجموعه من العمليات درتيهم، واش كتشوف هذا غيزيد تباني في كما كنقولوا في الاعمال الفنيه؟ هو حافز زعما اليوم؟ لا ماشي حافز، ولكن كريم وسط بقى على الساحه الفنيه مادام احمله بطاقه المهنيه مازال ان شاء الله. ولكن الظهور ديالك قليل كما كنقول. لا الظهور ديالي ربما الشكل تغير، لان كريم وسط كانت في ذاك الوزن الاولى اللي كانت
كانت بوزن يعني 160 كيلو، كان تبارك الله كانوا كيشوفوها يعني كتأدي ادوار، ولكن رغم ذاك الوزن كان كيحترموك. شكرا، تحيه للجمهور الجماهير. واخا كان عندك هذاك الوزن غاد، ولكن جوج المغاربه كانوا كيحبوك من بينهم انا. شكرا، كان عندك حتى دابا باقي عندي الجمهور، انا ما افتقدتش الجمهور ديالي، لان دايرين واحد المجهودات كبيره كنشكرهم بزاف داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وتحيه للجاليه المغربيه اللي كتساندني بزاف، كتساندني لا معنويا ولا ماديا، بعض الصديقات والاصدقاء. شكرا لك كريمه، شكرا لك، شدينا من وقتك. شكرا لك. شكرا على الموقع الجميل عبر من 24 ومغارب نيوز الانباء. ان شاء الله مازال ان شاء الله غادي تشوفوا الجديد. واللي كنبغي نحيي واحد الاخوان الاصدقاء ديالي، كنبغي نحيي واحد الصديق اللي دائما كيساندني، كنشكره بزاف، عمو سمر ولد سيدي مومن الكريان ولد رحمنا، تنقولي شكرا لك، دائما كيساندنا، تحيه ليه هو والطاقم ديالو، الناس اللي كيشتغلوا معاه. فنانه كريمه، واش غنقدروا نشوفوا الفنانه ديالنا في افلام قصيره على اليوتيوب ان شاء الله؟ ان شاء الله كنوجد القناه ديالي، والمفاجاه غادي نخليها ان شاء الله، والمفاجاه الكبيره انني اليوم فرحانه بفوز المنتخب الوطني الحمد لله. وهنيئا له، هنيئا له، وتحيه للاعب اشرف حكيمي. شكرا لك، تحيه لكم جميع المنابع الاعلاميه والمواقع. شكرا لك، تبارك الله عليك. كريمه وصدره دائما معكم، وهذا الهدا كنهديه لصاحب الجلاله الله ينصره ويطول عمره. الله ينصره ان شاء الله. اذا كيف ما شفتوا مشتبه قناه مغارب نيوز، كانت معنا على المباشر الفنانه القديره والفنانه الشعبيه كريمه وسط. كنشكروها على كما كنقولوا فرحانه بزاف بفوز المنتخب المغربي، لانه فوز ثمين، فوز اللي فرح جل المغاربه شبابا وشيابا رجالا ونساء من طنجه للقويره. شكرا للمنتخب الوطني، هذه فرصه نشكروا جل اللاعبين ومن بينهم اشرف حكيمي اللي كما قالت الفنانه كريمه لاعب يستحق ارتداء القميص المغربي. كيف ما شفتوا متابعي قناه مغارب نيوز من قلب مدينه الدار البيضاء، كانت معنا الفنانه كريمه. شكرا لكم، شكرا على تتبعكم وتتبع قناه مغارب نيوز. الى اللقاء.